رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد فقره الرياضه، هنستعرض معاكم اهم عناوين صحافتنا المصريه الصادره صباح اليوم ومواقع الالكترونيه كمان، هنبدا معاكم من موقع اخبار مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل امين مجلس الامن الروسي ويثمن مسيره التعاون وزياده التبادل التجاري نيكولاي باتروشيف ينقل تحيات وتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويؤكد على ترسيخ العلاقات الثنائيه بين البلدين. من موقع أخبار مصر أيضا الرئيس السيسي في كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في سيرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قيم مجردة عابرة للزمان والمكان والثمان سنوات الأخيرة من العمل أثمرت صلابة وصمود كبير لدى اقتصادنا القومي والصعاب الحالية إلى زوال قريبا. من اليوم السابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدًا بشباب مصر خلال احتفالية المولد النبوي بقى في أو بقى في أمة شبابها بالحجم ده وتقلق من بكره الرئيس من خلال هذه الكلمة بيوجه رسالة للمصريين لازم يكون عندنا ثقة في الله ويشيد بكلمة شيخ الأزهر أحسنتم يا فضيلة الإمام هننتقل مع كل مشاهدينا لجريدة المصري اليوم والرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم عددا من العلماء والأئمة والقراء خلال احتفالية المولد النبوي الشريف خلونا كده نرجع ل يعني اهم عناوين صحفتنا النهارده وهروح معاكم لجريده اخبار اليوم وهنقرا معاكم هذا العنوان السيد انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والامه الاسلاميه بالمولد النبوي الشريف من اليوم السابع فضيلة شيخ الأزهر رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام منارة منارة كبيرة للإنسانية وترشد البشرية وتصحح مسارها تعاليم الأنبياء كانت ضرورية لاستقامة حياة الأفراد والشيخ الطيب العالم اليوم في أشد الحاجة إلى قانون علوي يحمي الضعيف ويرد على القوي المتغطرس من جريدة الاهرام وزير الاوقاف يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بالمولد النبوي الشريف وانتصارات اكتوبر ويهدي الرئيس موسوعة الثقافة الاسلامية. وزير الاوقاف الرسالة المحمدية تضمنت جوانب انسانية والبشرية لم تعرف انسانا اكرم من محمد. من الوطن رئيس الوزراء الخميس 5 اكتوبر اجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة. من الشروق التعليم العالي تقدم مصر ثلاث مراكز في مؤشر الابتكار العلمي لعام 2023. من اليوم السابع صنع في مصر يتصدر معرض اهلا مدارس الرئيسي في مدينه نصر 80% من منتجات الادوات المدرسيه محليه و 4000 زائر يوميا للاستفاده بالتخفيضات وعيادات طبيه للكشف على الزوار وصرف الادويه مجانا. ما زلنا في اليوم السابع وعروسه المولد بملايه لف وزي فرعوني وبدوي وحكايه سيدات ابدعن في صناعتها هاجر بتحلم بورشه للعرائس ونانسي وضعت لمستها الفنيه على التصميم ودعاء من مديره ماليه الى فنانه في صناعه عروسه المولد. من سكاي نيوز صاحب شركه صابون ياكل منتجه الخاص ليثبت لزبائنه انه طبيعي. هنرجع لحضراتكم والارصاد واحوال الطقس، طقس الخميس في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره وطقس شديد السخونه على مصر العليا وهناك شبوره كثيفه ودرجات الحراره العظمى والصغرى

باستعرضنا احوال الطقس ودرجات الحراره بنكون وصلنا لختام هذه الفقره ولم يتبقى في فقرتنا الا فقرتنا الرئيسيه والقائنا على الهواء مباشره مع المداح محمد سعيد وهنسمع منه ان شاء الله يعني المدح النبوي في هذه المناسبه العظيمه ذكرى ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام.